متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم من خلال آخر صور الأقمار الصناعية الخاصة بالغيوم والملتقطة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب. نلاحظ معكم كميات كبيرة من السحب الماطرة تغطي كافة المناطق حول المملكة بعيدا عن المملكة، وهي مرافقة لحالة من عدم الاستقرار الجوي توقعنا بأن تؤثر على أجزاء عدة من المنطقة بعيدا عن المملكة ما عدا أجزاء محدودة من البادية. وكما هو ملاحظ نلاحظ توزيع هذه السحب بحركة دائرية بعيدا عن أجواء المملكة. نلاحظ معكم خلال ربما الثلاث أو أربع ساعات الماضية من خلال هذه الصور تحرك بطيء لهذه المنظومة قليلا نحو الشرق، وبالتالي بدأت المملكة خلال ساعات الليل الماضية بدخول تيارات أو تحت تأثير تيارات هوائية رطبة غربية متوقع أن تستمر في تأثيرها خلال اليومين القادمين، وبالتالي ارتفاع فرص زخات متفرقة متقطعة من الأمطار في شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية الجنوبية، وبالتالي تطال عدة مدن أردنية رئيسية. الأمر الآخر في هذه التيارات الغربية الرطبة وهو ازدياد في فرص تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وبالتالي تحذير للإخوة الساقين مرتادي هذه الطرق. إذن التحذيرات الخاصة بهذه الحالة الجوية الصادرة عن طقس العرب لم تتطرق سوى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الخاص بالضباب، كذلك الحال الانزلاق على الطرقات عند بداية سقوط الأمطار. نلاحظ معكم من الملخص الخاص بالأحوال الجوية خلال 48 ساعة قادمة. النقطة الأولى أجواء باردة نسبيا. ماذا يعني باردة نسبيا؟ هي مقارنة بأجواء التي سادت في الفترة الماضية، كذلك حال المعدل العام لدرجات الحارة. نلاحظ أن الأجواء حاليا هي أقل من المعدل العام ما بين 3 إلى 5 درجات، معدل الحارة العام في العاصمة عمان في بداية العشرينات درجة مئوية في مثل هذا الوقت من العام. كذلك الحال هناك زخات مطرية متوقعة متقطعة على فترات في عدة مناطق. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الأجواء ستكون في معظم أوقات النهار غائمة جزئيا، تتحول أحيانا إلى غائمة، تهيئ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من الأمطار في منطقة ما ومنطقة أخرى لن تشهد هذه الزخات. هذه الزخات في شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة أجمل. كذلك الحال موضوع الضباب في الجبال تم ذكره، وبالتالي تحذير من خطر تدني مدار الأفقية لا سيما مع ساعات الليل. التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان الليلة القادمة، نلاحظ معكم أجواء ضبابية في العاصمة عمان. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك التدني متفاوت في مدى الرؤية الأفقية داخل العاصمة عمان. يزداد هذا التدني أو تزداد مدى الرؤية الأفقية سوءا بالاتجاه نحو مناطق شمال العاصمة عمان المرتفعة، كذلك مناطق جنوب العاصمة عمان تحديدا منطقة مرج الحمام وطريق مطار الملكة علياء الدولي. هنالك فرصة لهطول زخات متفرقة متقطعة من الأمطار الليلة القادمة في العاصمة عمان كذلك الحال. أتوقعت الأمطار كما نلاحظ معكم هنا في طقس العرب، نلاحظ وجود هذه الزخات المتقطعة في أجزاء عدة من المملكة يوم الثلاثاء، وكذلك الحال عصر يوم غد الأربعاء كما هو مشاهد. مثلا في مناطق هنا لا نلاحظ فيها وجود أمطار، هنا نلاحظ وجود أمطار، هنا نلاحظ عدم وجود أمطار، هنا لا يوجد أمطار، هنا يوجد أمطار، وبالتالي هي توقعات بهطول زخات متفرقة متقطعة من الأمطار مع ساعات العصر من يوم غد الأربعاء. نلاحظ معكم يوم الخميس هنالك نظام آخر جديد متوقع أن يسيطر على المنطقة، وهي حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب مرفق بتيارات هوائية باردة رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية، وبالتالي نشوء لأحوال جوية غير مستقرة تزداد في تأثيرها هذه المرة، وتكون هذه المملكة بهذه المرة في داخل أو ضمن توقعات حالة عدم الاستقرار الجوي. طبعا هذه التوقعات مرجحة، ستزداد فرص هذه التوقعات خلال الأيام القادمة. التوقعات الجوية الخاصة بالثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان نلاحظها معكم من خلال هذه الصورة. نلاحظ معكم درجات حارة تقريبا دون 20 درجة مئوية، وبالتالي أجواء باردة نسبيا. الفرصة مستمرة لهطول زخات متقطعة من الأمطار الثلاثاء والأربعاء مع وجود ضباب فوق الجبال. تتراجع هذه الفرصة مؤقتا مع ساعات صباح ونهار الخميس ومساء يوم الأربعاء، تمهيدا لقدوم هذه الأحوال الجوية غير مستقرة مساء الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.